قل أحسن الله إليكم، سمعت بعض الإخوة يصف سماحة المفتي بأنه يدعو إلى توحيد العلمانية، وذلك لقول سماحة المفتي لا تشغل الناس بالسياسة. أسأل الله العافية. أقول ها بعض الناس يلمز العلماء ويتكلم في العلماء ويتدخل في النيات وحل تحليل باطل، هذا أسأل الله، يريدون أن يثيروا الفتن. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم.